بيكم في قناتي. النهاردة معنا فيديو رائع فيه شوية تكنولوجيا كده عجب صراحة، يعني هيخلوا راسنا تلف كده من كتر الإبهار اللي فيه. تكنولوجيا رائعة هتقف قدام المنظر ده وكأنك حاسس ان هو حقيقي، لكن في النهاية هو مجرد شاشة و3D مش اكتر من كده. يلا بينا نشوف مع بعض. طبعا ده مجرد شاشة 3D، بس بصوا اكيد اللي بيحصل حقيقي. شايفين الدراجون؟ لكنه فعلا فعلا خارج برا الشاشة، ولو انه مجرد شاشة عادية. منتهى الابهار بجد. بصوا اللفة دي عبقرية، الايد وكأنها فعلا فعلا خارجة برا الشاشة، ولو ان ده مش حقيقي، هي مجرد صورة مش اكتر. بصوا هنا بقى النفق ده، اكنهم فعلا فعلا ماشيين جوه الغابة، والديناصور جنبهم كأنه حقيقي. تحفة. بصوا العربية دي بقى حركتها طبيعية ناتشرال جدا، وكأنها تخرج فعلا برا الشاشة. انا لو واقفة في المكان ده هتخض بصراحة. بصوا بصوا هنا بقى القرش ده، هنا بيوريكوا ازاي اصلا عاملينها في الاول. دلوقتي بقى هيحط الصورة الرئيسية وكأنه في قاع البحر. فظيع. دراجون تاني اللي احنا شفناه بس بطريقة افضل شوية. الناس مبهورة طبعا اللي بيبصوا عليه، حاجة رائعة. بصوا بقى الأسد ده، يعني أكنه فعلا هيخرج برا الشاشة وهينقض على الناس، لو انه مجرد صورة مش أكتر. بصوا هنا الإليان ده هينزل من فوق ازاي. واو، مين يصدق ان دي مجرد صورة؟ محدش. طبق الطائر بتاعه بقى يعني جاي يستقبله. السفينة أكنها حقيقية. بصوا هنا برضو النفق ده وكأنهم فعلا فعلا تحت المية. مش ممكن، قمة في الإبهار. مؤثرات غريبة يا جماعة بجد. يعني أتمنى الفيديو يكون عجبكم، بس قبل ما تمشوا اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك للفيديو، وياريت تشيروه بين صحابكم كمان. واستنوني المرة الجاية هنقلكوا فيديو رائع نتفرج عليه مع بعض، ونشوف حاجة جديدة مشوفناهاش قبل كده.